أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أنا ميسيس راندا، وإن شاء الله لتكملة الحل كتاب الوزارة النهاردة معانا سامبل تيست 3، وجود لك إن شاء الله. دلوقتي مع أول سؤال لينا، اللي هو سؤال تشوز نمبر 1، who what how how many do you go to a cafe. طبعا أنا عايز أسأله هنا هو إزاي بتذهب إلى الكافي أو كيف تذهب إلى الكافي، يبقى أنا هحط how do you go to cafe. نمبر 2 I take medicine. طبعا إحنا قلنا عندنا once twice، من أول 3 نقول 3 times، يبقى عندي هنا هو 2 ولا twice ولا 2 ولا 2. أنا عندي هنا twice، يبقى I take medicine twice a day. Number 3 do you dot bread bake ولا feed ولا go play. احنا كنا واخدينها bake bread، يخبز الخبز، يبقى عندي رقم 3 number A. Number 4 it is not to rain. طبعا بعد الام والاز والار انا لازم احط للverb ing، يبقى انا هختار going to rain. Number 5 your brother يعني هي you very much loves ولا colors ولا starts ولا adds. طبعا الverb بعد اللي هي والشي والإيد في present simple لازم أضيف له s أو es أو ies. أنا هختار له هنا هو loves طبعا you very much، بيحبك جدا. Number 6 how often دي كم مرة، طبعا لازم يجي بعدها helping verb الdo أو does، أشوف الفاعل عندي هنا بياخد do ولا does وأختار له على طول الhelping verb بتاعه. يعني هنا بيقولي how often not she read a newspaper، يبقى أنا هقول له يبقى how often does she read a newspaper. Number 7 in the park children not birds. احنا كنا واخدين مصطلح feed the birds يعني وتعم الطيور، يبقى انا هختار number 8. اخر واحدة رقم 8 she not a newspaper once a month، طبعا the present simple بعد الهي والشي والات لازم نجيب للverb s-e-s-i-e-s، يبقى انا هختار الverb اللي اخره s اللي هو reads اخر واحدة. ده كده سؤال choose. ندخل بقى على السؤال اللي بعدي. نيجي يا ولاد بقى على سؤال سيركل ذا اود. طبعا الكلمه المختلفه اعمل عليها سيركل واطلع بدلها كلمه مناسبه للكلمات التانية. يعني نمبر 1 ابريل ماي جون ساندي، طبعا كلها شهور الا ساندي دوت يوم، فانا هعمل سيركل على ساندي واحط بدلها شهر مثلا مارش، نحط مارش. نمبر 2 عندي انجلش ماث اندر جراوند وارابيك، طبعا كلها سبجكتس مواد الا اندر جراوند وسيله مواصلات، يبقى انا هحط على اندر جراوند وممكن احط ارت او فرنش. نمبر 3 عندي hot وcold warm وstart، كلها دي من أحوال إلا start دوت verb، يبقى أنا أحط على start وممكن أقول له rainy ممطر. نمبر 3 plane bus bike 3، كلها بردك وسائل مواصلات إلا 3 ده number أحط عليه وممكن نكتب له تاكسي أو ممكن أكتب له مثلا car. نمبر 5 عندي soup bread meat boy، عندي سوب هو الوحيدة المختلفة لأن ديت يعتبر حاجة بنشربها، لكن بريد وميت وباي دي حاجة بناكلها، يبقى أنا هحط على سوب وأجيب بدلها مثلا بيتزا. ده كده سؤال السيركل ذي أوت، ونخش على السؤال اللي بعد يا ولاد. نيجي يا ولاد بقى على سؤال الباسج ونقرأ قطعة كويس عشان نعرف نحل الأسئلة. There is a boy in our class at school. His name is Ali. في ولد في المدرسة عندنا اسمه علي. He follows us all the time and always bother us. على طول بيمشي ورانا وعلى طول بيضايقنا. He takes our things without asking. هو بياخد الحاجة بتاعتنا من غير ما يطلب أو يستأذن مننا. Our teachers told us to be patient. المدرسين بتوعنا طلبوا مننا ان احنا نصبر. It is not fair. طبعا ده مش عادي اللي احنا نصبر عليه. We hate boys. احنا بنكره الولاد like him. We should be honest and fair. ولازم نكون صادقين وعادلين. طيب choose number one. علي is a bad ولا nice ولا cute ولا fair boy. طبعا هو البوذرز في الكلاس، يبقى طبعا هنقول bad boy. Number two. It is not for the class to be patient. هو المفروض ان احنا نكون patient وfair ولا not fair ولا nice ولا good. طبعا هي كانت قايلين ان هو المدرسين طلبوا منهم ان هم يكونوا fair، بس احنا بنقول it is not fair for the class to be patient، ان هو مش من العادل ان الكلاس يكون fair مع الولد. تمام. طيب نيجي على السؤال. what is the name of the boy. اسم ايه الولد؟ كان اسمه علي، يبقى هنقول his name is علي، هنلاقيها في اول سطر خالص في البسج. number 2 how should we be. ازاي نبقى نعمل ايه؟ هتلاقيها في اخر سطر. we should be honest and fair. كده الباسج، ولو نسينا حاجه بنرجع تاني للباسج نقراها عشان نفتكر السؤال. نشوف السؤال اللي بعديه.
دلوقتي يا ولاد نيجي على سؤال الري ارينج، وتملي بنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط. عندي visited library yesterday و we و Alexandria. طالما بدأنا بالفعل يبقى لازم هنجيب بعدي فعل، يبقى أنا هبدأ هنا ب we visited Alexandria library yesterday. We visited Alexandria library yesterday. Number two, often you have read a newspaper do. طبعا احنا اتفقنا ان احنا لو حطينا how often كم مرة لازم نجيب بعديها الاول الفعل المساعد وبعدين الفاعل والفعل. طيب واحدة واحدة كده نقول how often واجيب الhelping verb. عندي هنا do، يبقى انا هقول how often do فاعل يبقى you، وبعد كده الفعل read a newspaper، يبقى how often do you read a newspaper. How often do you read a newspaper. طبعا ما ننساش الquestion mark. البنكتويت طبعا زي ما قلنا الاسماء لازم اول حرف كابيتال، اسامي الشهور، اسامي البلاد، اسامي الايام، طبعا اول جمله كابيتال واول سؤال كابيتال. عندي عاليس فاميلي ليفز ان كايرو نير ذا زو. عاليس فاميلي هنا الاس بوسيسيف مش حاطين لها الابوستروف بتاعتها، يبقى انا هحط العالي الابوستروف بتاعت اس. فاميلي ليفز ان كايرو هكبر اس تي بتاعت كايرو نير ذا زو، هم حاطين فول ستوب اصلا موجوده. نمبر 2 طبعا ده سؤال بيبدا بوير، هكبر الدبليو بتاعت وير. وير ديد يو جو لاست فرايداي، علي احط بس الكويتشن مارك، يبقى انا كبرت الدبليو وحطيت الكويتشن مارك. انا هسيب لكم دلوقتي بس كده حاجه بسيطه هومورك وحلها في الفيديو الجاي، وان شاء الله اشوفكم على خير. جود لك.